وفي الجوانب الاجتماعية تعد حلقات الذكر والمدائح المحمدية من السمات الشائعة بقضاء الضلوعية، حيث يتمسك بها العديد من الشباب وحتى كبار السن. وإلى جانب التمسك العقائدي، تعد واحدة من الموروثات المهمة لدى شريحة واسعة من أهالي القضاء، وتتخلى لها أحاديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كجانب مهم في الدعوة للأخلاق الحميدة واتباع الهدي النبوي لتقويم النفوس. والعين والعين وانا لجل فدية الروح يا يابا، والعين آه يبيد جنة الفردوس. طبعا أجواء جميلة وأجواء رائعة، كيف لا تكون جميلة ورائعة وهي محفوفة ومصحوبة بالصلاة على النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه المداح هي امتداد طبيعي للمديح النبوي من زمن سيدنا حسان بن ثابت، عندما قال: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، إلى يعني الإمام البوصيري في بردته الكبيرة الغزيرة في المعاني والألفاظ والمباني والتراكيب البديعية والمحسنات اللفظية أيضا. وقد درجت التكايا من زمن ليس بالقريب إلى أن يقيموا أمسيات مديحية في مديح النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في ليلة الجمعة في يوم الخميس، ونحن اليوم في ضلوعية الكرم، ضلوعية الوفاة، في تكية مباركة للسيد العم حميد الصميدعي، وهي محفوفة بالأخيار الأبرار الأحرار، وهذه الوجوه النظرة النيرة الكريمة، يعني واضح على هذه الوجوه وجوه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه التجمعات المصحوبة بالصلوات المباركات على سيد الكائنات، وأن تكون الأعمال مطابقة للأقوال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. ليس المرة الأولى أن ندخل إلى هذا المضيف أو التكية، تكية السيد العم حميد الصميدعي، الرجل الكريم المفضال هو وأبنائه. فقد أتينا إلى هذه التكية مرارا، نحن فرقة أنغام الربيع من مدينة سامراء. هذه الفرقة امتازت بالمديح النبوي، ونحن نحيي هذه الأماسي والاحتفالات النبوية تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطرحا لسيرته العطرة، وتأسيا بأخلاقه وأخلاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكي نروي قصة أو رسالة إلى المجتمع، يعني نخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، فكل الشعراء قد كتبوا عن أخلاقه وعن صفاته وعن دماثة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعن صفاته العطرات، وعن أخلاقه وعن دينه الذي امتاز عن سائر الأديان. هذه التكية وهذا المضيف يجمع يعني كل العشائر. اليوم الحمد لله عندنا ضيوف من خارج قضاء الضلوعية جاءوا إلينا، رحبنا بهم،
فمرحبا بهم في هذا المضيف، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. كذلك تتخلل هذه الجلسات بعض الموروثات الشعبية مثل المدقوقة إلى غير ذلك من الموروثات الشعبية التي اعتاد عليها الناس، لأن هذه الموروثات يكون لها وقع طيب في قلوب الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.